هاي بنات، اخباركم ايه؟ النهارده رجعتلنا لكم بفيديو جديد من قناه باقه افكار. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الدراسيه الجديده. طبعا كل سنه وانتم طيبين للي خلص واللي مخلصش طبعا اكيد. المهم انا حبيت اعرض لكم مشترياتي للمدرسه، فنبدا بالفيديو. طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت، متنسوهاش أبدا أبدا عشان بحبها. ومش هطول عليكم، يلا نبدأ. أول حاجة معايا هنا الشنطة بتاعتي، في هنا أجيب واحد بس للإزازة، طبعا هي إزازة كده من شركة ريو، حبيت أجيبها لون فيروزي مش عارفة ليه، ممكن يكون شاطئ عشان لونها كده، الله أعلم. في بس تجيب واحد من هنا وانا احتاج ما فيهاش بس شكلها من ورا، انا عجباني صابوني دي، صابوني مع اللون ده عجبني جدا. المهم في هتجيب من هنا الكبيرة اللي هنبدا بيه، بعدين هنبدا بالجيب الصغنوني بتاعي. اول حاجة هنبدا بيها، بما اني بدات بالازازة فانا هوريكم لانش بوكس، هي مرسمة على ميكي ماوس مربعة، معاها ملعقة وشوكة، وفي رص زيادة، أحلى صدفة عجبتني إن الإزازة واللانش بوكس نفس اللون. طبعا انا كنت السنه اللي فاتت كنت مصممه ان انا اجيب الازازه واللانش بوكس بتاعي نفس اللون، بس ما صدفت انها ما يبقاش نفس اللون. فالسنه دي ما كنتش مرتبه للموضوع فجاتلي كده من الصدفه. جبت الخمس بسيهات دول علشان طبعا تنظيم الشنطه، جبت واحد احمر واربعه اخضر، والله انا ما بستخدمهمش بس هما الراجل بتاع مكتبة الدهون كده. جبت كراسة الرسم الكبيرة دي، اللي هي الرسمة بتاعتها عجبتني جدا يا جماعة، ان هي 3D حلوة جدا. الغلاف بتاعها بلاستيك علشان ممكن يتقطع، بس هو كويس يعني، لازم تحافظوا عليه لو هتجيبوا واحدة زيي، لان الورق بتاعتي السنه اللي فاتت الجلاس بتاعها اتقطع بقى شكلها وحش. طبعا بما اني كبرت مش هينفع ابقى بنت ومعايا كراسه اتقطع، فجبت السنه دي واحده جديده. وكمان الورق بتاعها متين جدا. جبت الملف ده لونه اخضر، فيها 10 فايلات من جوه، ملف للورق طبعا. جبت دستتين كشكين، خط ضيق، واحدة ليها الراوف بريك زي الانترنت، انا بحب الشكل من قدام اكتر الشكل من ورا. وفي بعديها جبت دستة تاني هالو كيتي، الاتنين كشكول 56 ورقة، ده شكلها من جوه. وجبت دستة كراسات انجلش، طبعا عشان انا بدأت دروس فاضطريت ان انا اخد من الدستتين من التلات دستات. المهم عندي واحدة هنا ميوزك، وعندي سبورت معناها فوتبول من ورا، وده الشكل من جوه. احلى حاجة فيها ان انا بحب اللي هو الورق يبقى ابيض كده علشان يبقى شايفة الكتابة تبقى حلوة، ويبقى دي غامقة، انا بحب الحاجة اللي هي تبقى زي كده، الكراسات اللي زي كده. كمان انا بشكر ماما على الهدية الصغيرة دي بمناسبة
يعني تفتح نفسي على المذاكرة كده. أحب يعني بشكر ماما جدا عليها. هم كان في رقبة بس أنا شلتها وحطيت فيها دي وبكتب فيها النوتس بتاعتي، جاي معاها قلم من شركة برافو. أول حاجة هفتح دي هلاقي هنا ال subject وال name وال description وال page بتاعته. ده من جوا، أنا كتبت لكم حاجة من جوا بس عايزة أوريها لكم. Thank you for everything. والناحية التانية ده ليا أنا بصراحة، بس نصيحة لأي حد: My lovely day will always coming for me when I need it. Love Fairy، التوقيع بتاعي. كمان ورقها حلو جدا وبحبه. في هنا جبني جوه، انا بحب احط فيه اللانش بوكس عشان تبقى منعزله عن باقي الكتب، لان ما بحبش يعني اللي هو كل شويه اجي تبقى اللانش بوكس من بره والكراسات هنا والكتب هنا وبعدين اجي اطلع اللانش بوكس اطلع الكتب ومش عارف ايه، ما بحبش كده. نيجي بعدين لأدواتي. أول حاجة عندي هنا الكوريكتور الحديث، الكوريكتور الحديث بتاعي هجربه معاكم. أهو مثلا أنا عايزة أشطب كلمة لاز دي، هو بيبقى بخط مستقيم بس أنا معرفتش أظبط إيدي. كانت لظى هي ممسحة من تحت، بحبه جدا بصراحة. اوكي ده اول حاجة معايا. بعدين جبت الستيكي نوتس دول المنفصلين. في انا عجبني ان هما اصفر وازرق واخضر واحمر، ليه؟ انا بخلي الاصفر للحاجات المهمة، اما الباقي فبخليه حسب الحاجات المهمة تدريجيا حسب اللون. بعدين جبت 3 اقلام هايلايتر. انا جبت بس الاصفر للسنه، جبت الاصفر بس السنه دي. طبعا لازم كل ما يخلص من الاصفر، مش عارفه ليه بس هو دايما بيبقى النور المهم، فكل ما بيخلص من الاصفر بشتري واحد جديد. اما دول قاعدين معايا من السنه اللي فاتت. جبت 3 اقلام جاف، واحد اسود واحد احمر واحد ازرق من ليكويد من شركة ريتو، برضو نفس من شركة الازازة بس ده ليكويد بول انا بحبه جدا. جبت قلم رصاص فيبر كاسل اهو، وكمان استيكة فيبر كاسل. هنا معايا قلم تحديد من السنة اللي فاتت برضو. ودي بلايتي من السنة اللي فاتت يا جماعة، بس اللي فاكر ان الشكل ده باندا، لا دي قطة اهو، لان دي لها ليها دين مش كرة فن زي ما بتبقى في الباندا. برضو معايا القلمين دول، ده قاعد معايا من زمان وده جبت السنة اللي فاتت، فمش محتاجة ان انا اجيب قلم سنون كل سنة طالما الحاجة محافظة عليها وقاعدة معايا. معايا هنا جلو ستيك من شركة ميكرو. ودي سنون للقلم الرصاص او اقصد القلم للسنون. دي الوان جليتر، انا طبعا بجيبها لان بحب اشكل في الكراسه بتاعتي، وطبعا في مدرسين بيطلبوا مني ان انا اشكل فبجيبهم دول. دي اول سنه بصراحه اجيبهم، بس انا بحب اشكل بالازرق والاسود اكتر. هنا معايا الوان جلسي 12 سمارت كولورد بنسلز، مش عارفه هي اسمها الوان طبية او حاجة زي كده الله اعلم.
معايا هنا برضو ووتر كولر بن او قلم سبيرتو. انا بصراحه عجبتني ان هي ليها علبه عشان انا ما احطهاش مثلا في المقلمه بتاعتي وبعدين اجي ادور عليها ما الاقيهاش، فحبيت ان هي يكون لها علبه وكمان الالوان هنا مكتوب عليها من ورا علشان ما اقعدش ادور عليهم واعرف الالوان اللي ناقص. واحلى حاجه فيها ان هي الالوان دي مثلا لو جت مني لو بالغلط عديتي بيها على حاجه مثلا من هدومك ممكن لو غسلتيها تمشي على طول. جبت هنا الستيكرز دول الموجي بالوان مختلفه، مش عارفه ليه بس انا حبيت ان هما يكونوا اصفر بس بون كده ما اعرفش ليه. ومعايا هنا اخر حاجة واللي هي دول معرفش ايه بيسموهم تيكت. انا بجيبهم يعني علشان لما اجلف الكتب ابقى احطهم. عندي هنا إلسا، واحدة الباربي، باربي في بيت الأحلام، باربي دكتورة أو في المخابرات، باربي رابنزل، وباربي في الله أعلم معرفش. دي كانت مشترياتي للمدرسة السنة دي. لو حد سألني المقلمة فين، أنا السنة دي ما جبتش مقلمة لأن ماما هتعمل لي واحدة، طبعا إن شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعها. المهم دول كراساتي، ادواتي، اللانش بوكس والازازه والشنطه. بس انا حبيت اوريه لكم، وطبعا سنه سعيده عليكم من اللي خلص واللي لسه قدامه عمر طويل على ما يخلص دراسه. فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه والكومنت. انا بحب اقرا الكومنتس بتاعتكم، ف بليز اكتبوا لي بليز. بس لايكات كتير، ويا ريت كمان توصلوا قناه ماما ل 4000 مشترك او 5000 مشترك اللي تقدروا عليه للقناه اعملوه. وده كان فيديو النهارده، واتمنى ان هو يعجبكم. وباي.